إذن فكرة تصدير العقارات إزاي ممكن يكون ليها انعكاس مباشر أو تأثير مباشر على الاقتصاد المصري؟ يعني بنتوقع تحدث فارق إلى أي مدى في الأوضاع الاقتصادية في مصر؟ طيب، من أكتر من منظور. نمرة واحد هو إيراد دولاري بيرفع المخزون الاستراتيجي بتاع البلد، بيساعد على ثبات قيمة العملة، بيساعد الدولة على توفير احتياجات الأساسية للمواطنين اللي بتتطلب العملة الصعبة. تحريك السوق العقار بده، احنا العقار بيحرك حوالي 90 صناعة، في 90 صناعة بتتحرك بمجرد ان انا ببني شقة او ببني فيلا، ده بيحرك 90 صناعة من بطريق مباشر وطريق غير مباشر، من اول الناس اللي بتبني والمصانع واللي بيفرش والاضاءات. يعني احنا من 90 ل 100 صناعه بتحرك هذا الموضوع. التطوير العقاري بيمثل النهارده حوالي 20% من الناتج المحلي بتاع البلد، فكل ده حاجات اكيد بتساعد على تحسين الوضع الاقتصادي بتاع البلد، فلأن التطوير العقاري هو قاطرة من أهم قاطرات للاقتصاد المصري، واللي أثبت نجاحه وأثبت مصداقيته على مدار السنين. يعني الأسواق اللي حوالينا حصل فيها البابلز وأسعار نزلت وحصل حاجات كتيرة. احنا الحمد لله مصر سوق ثابت لم يحدث فيه، يعني ده بنقول اللي هو العقار ايه، يمرض ولا يموت. الحمد لله احنا بقالنا كتير ما بيمرضش، وفي يعني حركه كويسه جدا بالنسبه للمطورين، وهنشوف الكلام ده. يعني في من اكبر المعارض اللي هتبتدي الاسبوع ده في مصر، متوقعين هيبقى فيها حركه بيع كبيره جدا للمختلف الشركات، وفي اقبال كبير جدا من الشركات، ويعني الناس منتظره المعرض عشان هيحصل فيه حركات بيع كبيره جدا. ازاي المعارض دي يعني بتشكل فارق في عمليات البيع والشراء؟ يعني ايه اللي بيحصل فيها تحديدا، وازاي الناس بتستفاد منها فعلا علشان تعرف السوق والانواع بقى الوحدات والاسعار والكلام ده كله؟ المعارض وسيله ان العميل بيقدر يشوف، يعني لما قدامه مثلا في حدود 50 ل 60 شركه عارضه في مختلف المناطق في مصر، وخصوصا ان النهارده 70% من النهارده من اللي بيشتروا بيشتري استثمار. فهو عايز يشوف مين اعلى عائد استثمار، فبيشوف الشركات، بيشوف الشركات دي عملت ايه، مشاريعها ايه. الى جانب الشركات بتستغل هذا الوقت طبعا انها بتعمل، بتبقى عامله عروض. يعني دايما اي حد نازل في المعارض العقاريه بيعمل عرض، ان انا عامل خصم، عامل تقييدات مميزه، عامل تشطيب هديه، فرش هديه، وات ايفر الموضوع. فالميزه ان هو بدل ما هروح هزور كام، هقدر انا لما هنزل في يوم ولا يومين هقدر ازور كام شركه في مكاتبهم، خلاص هم متجمعين موجودين عندي، كلهم موجودين، بتفرج وبسأل وبروح وكذا. فدي بتبقى يعني المعارض، وخصوصا يعني المعرض الكبير اللي هيتعمل في خلال هذا الأسبوع ده، معرض يعني سنوي بقى النهاردة، هو بيعمل حركة بيع وانتعاش كبيرة جدا في السوق المصري. ومتوقع السنة دي يعني كمان هيبقى زيادة عن السنين اللي فاتت، عشان كل العوامل اللي احنا اللي قلنا عليها. يعني الاجانب كمان متوقع نشوفهم في المعرض ده؟ اكيد، لان الاجانب موجودين معانا وبيشتروا، فهتلاقي اقبال، بس طبعا اكيد اقبال المصريين اعلى بكتير طبعا من الاجانب عشان العدد يعني. فمتوقع ان يبقى في ارقام كبيره تحصل، مبيعات كبيره تحصل في خلال الاربع ايام بتوع المعرض القادم ده. هيبدا امتى يا باشمهندس؟ يوم الاربعاء ان شاء الله. اللي هو معرض سيتي سكيب. سيتي سكيب مصر. ده من اكبر المعارض اللي بتقام سنويا. من اكبر المعارض العالميه ومن انجح، يعني سيتي سكيب بيتعمل في حتت كثيره جدا في العالم، بتاع مصر تقريبا هو انجح واحد، واكثر معرض بيحصل فيه ترانزاكشنز فعليه. يعني شراء فعلي. يعني بشكل سريع. ناس شراء، ناس بتشتري، من اكبر يعني. إذا ما كانش الأكبر يعني اللي بيحصل في أماكن كتيرة في العالم، بيبقى عرض وناس بتفرج وبي تو بي، ناس بتروح تشوف البيزنس عامل إيه، ولكن في مصر بيحصل فيه اللي هو بي تو سي، كاستمرز بتخش بتشتري وبتنفذ بشكل كبير جدا.